السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم البلاد اليوم، والذي نخصصه لمعاودة النقاش حول ما جاء في قانون المالية لسنة 2016، لكن في الشق المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وهو التوجه الذي أقرته المادة 66 من هذا القانون. أه لماذا يخيف هذا الاجراء بعض الدوائر السياسيه والاقتصاديه في الجزائر وماذا اضاف مسار خصص المؤسسات العموميه للمشهد الاقتصادي في الجزائر هي محاور سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الملك سراي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق برئاسه الجمهوريه اهلا وسهلا بك دكتور صباح الخير السلام عليكم مرحبا بك دكتور كما استضيف ايضا واتشرف بحضور الدكتور هادي خالدي الوزير الاسبق والخبير الاقتصادي والقيادي ايضا في حزب جبهه التحرير الوطني اهلا وسهلا بك دكتور هادي خالدي مرحبا بك دكتور عبد الملك سراي على المباشر وعلى الساخن يعني بوائر عديدة في الجزائر تتخوف من هذا الإجراء الجديد الذي جاء في قانون المالية لسنة 2016 المادة 66 تتحدث عن خوصصة جزئية للمؤسسات العمومية ماذا يعني هذا اقتصاديا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. الحقيقة هذه القضية قديمة ليست جديدة. قضية الخصخصة تاع الشركات الوطنية سواء مع القطاع الخاص الوطني او بدخول الاجانب. كنا تكلمنا عليها سابقا وكانت للاسف الشديد الممارسة اللي وقعت تحت اشراف الوزير من الوزراء سابق للصناعة اعطت يعني وجه مخيف للغايه خلاص والدليل على ذلك الخصخصات بعض الشركات الوطنيه اللي تابعه القطاع العام ما نجحتش لاولا لان تباعت بثمن بسيط والبعض منهم تباعوا من بعد ثانيين تباعت من طرف الدوله باش ما نقولوش دكتور بطرق ملتويه وطرق أيه مريبه البعض منهم تباعوا في صالونات في باريس في عندي في باريز. علم تباعوا كاين تبعوا ومضاو عليهم في صالونات باريس من استفاد من هذه المؤسسه استفاد في البدايه قطاع قطاعات خاصه اشخاص او شخصيات بثمن بسيط او بعض الاجال ولكن بعدين اكتشفنا ان كان فيها ردود فعل اقوى وزادوا تباعوا من جديد بثمن غالي جدا لان القضيه, هي مش, قضية دكتور القضية هي مش قضية الشركه شركه ذاتها ولكن قضيه الاراضي العقار. قضية العقار قضية الأراضي هو كان كانوا الأراضي اللي مستهدفين من ذاك وحنا عملنا دراسات لشركات بعض الشركات في عنابة وفي الجزائر العاصمة وفي وهران واكتشفنا ان الاغلبيه تاع المحاولات تاع بيع الشركات او خصص الشركات هم, هم الاغلبيه منهم كان المضمون تاعهم المستهدف هو العقار يعني العقار غالي جدا وموجود على مستوى لي زون اندستريال وهذا هو اللي كان فلهذا مخيف جدا لكن الان آه فيه رؤيه جديده شامله وانا نتاسف فقط ان كل ما دار حول هذا القانون المالي هو المشكل ان ما تكلمناش الكثير ما كانش فيه كما قال الاخ صديقي الوزير ما كانش فيها يعني نوع من الاعلام يعني العاقل اللي فهم الناس باللي تواصل اتصال كوميونيكاسيون باسلوب حضاريه باسلوب محترمه بارقام حقيقيه بكلام نظيف نظيف وكذلك بزرع الروح الوطنيه لماذا لان حتى القطاع الخاص كاشخاص هما هم جزائريين دكتور ولكن دكتور صريح كما يقولوا الى الدكتور هادي نعم خليني نكمل لك هذه الفكره برك في المساله أنا هاد تتخوف هاد. هاد. الا تخوف مش المساله الخوصصه كما قلت ايه. الـ الـ يعني الاجراءات قديمه والجزائر دخلت ما صار الخوصصه منذ سنه لكن التجربه كانت مش مليحه التجربه كانت انت كخبير اقتصادي كمستشار سابق في رئاسه الجمهوريه كمطلع على هذا الملف أنا تتخوف من عندما نتكلم عن خوصصه جزئيه للمؤسسات العمومية ونقول لك راهي مفتوحة للمتعامل الأجنبي ألا لا عادي عادي أنا غير قابلها شراحة صراحة صراحة باش نفتحوها للقطاع الأجنبي أنا غير قابلها لماذا؟ أولا لأن عندنا جزائريين وطنيين لهم إمكانيات مالية لهم قدرات تسير إلى آخره نفضل المواطن وفلهذا حتى النقطة نتاع حق الشفعة هذيك كذلك الشفعة هذيك فيه انزلاق كبير خطير للغاية إذا كان نريد أن نحافظ على الاقتصاد الوطني تاعنا ونريد بالخصوص نحافظ على أراضي الأراضي اللي موجودين فيها الوحدات الصناعية وكذلك نحافظ على العمال يعني قضية كذلك كيف أنا كيف نتمسك الاستقرار الاجتماعي الاستقرار الاجتماعي ونتمسك بها المناصب العمل ولو تكون خصخصة جزئيا يعني من هذه الشركات لازم تبقى في إطار مواطنين مواطنين يعني باينين أمراهم يعني لباس بهم لأن المواطن يشارك شيء طبيعي باش يشارك في البناء الاقتصادي الجزائري يا يعني إما بشركة تاعو 100% يا اما يشري جزئين او يدخل حنا في السابق اللي تتذكروا حتى عندكم هنا كنا تكلمنا لماذا لا ندخلوا ذا ندخلوا التسيير تسيير البريفي تاع القطاع الخاص في اطار الشركات الوطنيه باش نحسنوا الامر لماذا؟ لان في السابق السابق المسيرين على مستوى الشركات الوطنيه كانوا يخافوا كم كم واحد كم ألف دخلوا في السجن ظلموهم بزاف ظلموهم في فتره معينه فالمسيرين على مستوى الشركات الوطنيه كانوا ما يقدروش ياخذوا قرارات سريعه باش تكون فيه يعني كما ينبغي ويدخلوا في البورصه ويدخلوا في كذا وكذا فالانتاج كان ضعيف غير ملائم فلهذا الان الان استعملوا هذه الفكره القديمه تخوف القديم، نقص التسيير القديم باش ي... يعني يلبوا طيب رغبات بعض يلبوا بعض الرغبات كذلك بعض اللوبيات تاع القطاع الخاص اللي يريدون يعني على سنعود لهذه النقطة هذا الخطا هذا بتفصل. هو الخطا الموجود الدكتور آه هادي خالدي آه الوزير وزير الماليه يعني آه السيد عبد الرحمن بن خالف في اخر تصريح له قال وهو ربما التصريح الذي انتهش له الجميع قال ان الخوصصه او قال ان مؤسستي سوناطراك الغاز معنيتان ايضا بهذه الخوصصه الجزئيه يعني يعني خلات ودرات الجزائر الى هذه الدرجه حتى نخوص سوناطراك نقول المنطق الاقتصادي يقول أن المؤسسات الفاشلة المؤسسات الغير المنتجة أقصد المؤسسات العمية التي لا تنتج فاشلة في التسيير التي أصبحت عبء على الدولة وتم خصخصتها يعني الأمر إلى حد ما مفهوم ومنطقي هل يمكن أن نخصص نفتح راس مال مؤسسه سوناطراك <applause> وصونا غاز لمتعامل يا اخي سوناطراك مؤسسه منتجه وفيها الفائده وفيها الربح لماذا نخصخص سوناطراك؟ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم بدايه انا سعيد بوجودي معك مرة أخرى في هذا مرحبا بك الحصة ومع صديقي وزميلنا الاستاذ سي سراي لي للنقاش اللي في موضوع حساس كما دعني بداية أن أتحدث بلغة الأكاديمية نعم يجب أن نفرق بين ال... ولكن ولكن نعم بلغة بس بسيطة بيبقى بيبقى يفهم, يفهم, الجزائري أولا لا يجب أن نفرق أو نميز بين اقتصاد المديونية واقتصاد الأسواق المالية نعم وكي نقول اقتصاد المديونية يش... نعم سأشرحها ليكومي ما ماهوش معناها انك الدوله راهي تتسلف الاقتصاد المديوني معناها هناك علاقه بين الخزينه وبين البنك المركزي بمعنى انه كفانا يعني مده طويله من الزمن ثلاث عقود اربع عقود والجزائر في اعاده الهيكله من صناديق المساهمه الى اليوم كل ما تفشل المؤسسه كل ما تعجز المؤسسه تلجا هذه المؤسسات الى الدوله من اجل ابقائها، من اجل المحافظه على منصب شغل، وبالتالي نحافظ على البعد الاجتماعي، على الهدف الاجتماعي قبل الهدف المالي. اذا جاء وقت الان يعني باش... يعني بيزنس بيزنس نعم بيزنس بيزنس بينما اقتصاد الاسواق الماليه يفترض فيه اننا ننشط البورصه التي انشاناها، ولكن لحد الان لا توجد بورصه في بعض بعض معناها المؤسسات اللي هي راهي كوتيف ولا بورصه، هي راهي الان يعني معتمده لدى البورصه فبالتالي انا واش هذا تطبقوا على صيدال نعم. في وقت سابر. انا نقول لك فتح راس المال انا معه لصوره طلعك صوره قلت بمعنى انني اسمح لهذه المؤسسات ان معناها ان تشارك في البورصه وفي اطار الشفافيه معناها تحط لي بيلون تاعها الحاصله تاعها وتحط ايضا السيره الذاتيه تاع المسير تاعها وتحط ايضا ارقام اعمالها وكل شيء في المؤسسه في البورصه وانها تفتح الباب للجمهور العارض الطويل من اجل المضاربه باسهمها وسنداتها. هذا, هذا مقبول هذا مقبول هذا مقبول وهذا معمول به في كل دول العالم. مقبول وغير مقبول غير مقبول انني معناها اذهب الان الى شركه قد مرت الى العمر الثالث لانه شركه اعمار. نعم. كل شركه تمر باعمار ثلاث عندها العمر الاول تاع العمر المالي تقصد لا العمر نعم عمر عمر لا. عمر كعمر البشر العمر الاول هو الكاش فلو العمر الثاني هو الاكستنسيون معناها فيرتيكال هوريزونتال اوريزونتال كاش فلو يعني استرداد راس المال لا. العمر الثاني وهو عمر معناها التوسع الافقي والعمودي ثم العمر الثالث النضج عمر النضج سيلاج دو ماتوريتي تراك تراكص الغاز مع حسن حظ الجزائر والجزائريين انهما شركتان وصلتا او بلغتا الثروه نعم. في النضج نعم أنا. نعم فبالتالي فتح راس مالهم والسماح لهم بالدخول للبورصه انا اشجعه بمعنى انها تبحث على تمويل يعني قادره على إشقها. قادره على اشقاها وتمشي للبورصه وما تخافش منها سواء معناها ان كوتاسيون دون لابورس معناها دلجي ولا في ليبوس معناها ايطالي ما كانش ما خافش هذه خالدي فهمني فهمني أنا. حتى المواطن يفهم المواطن الجزائري يفهم ما هو الفرق بين فتح راس المؤسسه يعني ان حتى يعني نبحث عن شركاء نبحث عن والفرق بين الخوصصه آه. يعني متى متى نقول متى نقول ان راس مال سوناطراك هو مفتوح نعم. وليس مخ انا مخ فهمت مخوصص انا فهمت باللي الماده هي معنى لما نقول فتحنا راس المال معناها انني وقلت الحمد لله اننا معناها اوقفنا الان العمل بالاقتصاد الريعي انه الان الخزينه سوف تهتم بشؤون السواد الاعظم من المجتمع يعني الضرائب والمداخيل تاع الخزينه راح الدوله تعاود تستغلها فيما يهم شان الجزائريين معناها السواد الاعظم وقلت الحمد لله انه الان فتح رؤوس الاموال تاع الشركات سوف ننشط البورصه معنا نتوقع بان السوق الماليه في الجزائر ستنشط ستعرف في, في المرحله لكن انني افتح راس المال تاع الشركات بمعنى انني اتنازل عن ملكيتها وهنا لانه الخوص اصبع لها في الاقتصاد وهو وهذه معناها لا, ينكرها معناها طالب في الاقتصاد يعني سيتي نيفيدونس مسلمات يقراها الطالب في الاقتصاد السياسي هي نقل ملكيه من ملكيه عموميه او ملكيه اجتماعيه كاين الملكيه الاجتماعيه وكإن الملكيه الجماعيه كاين معناها الملكيه الجماعيه وكإن الملكيه الاجتماعيه يتم نقلها الى القطاع الخاص اما عن طريق يعني التنازل النهائي او عن طريق الامتياز أو, او او هناك عده اشكال لنقل الملكيه سنعود سنعود الى ما وقع في مسار الخصخصه هناك تحفظات عديده, عديدة نكمل النقطه هذه ونوصل فبالتالي اذا كان بمعنى الخوصصة ان المجلس أعلى الخصوصة اللي الوزير الاول فهمتني واللي في خلاله يتم معناها المناقصه يعني بكي تشارج كرة دفتر الاعباء وان الانسان يروح باش يشري معناها جزء من المؤسسه نقول لك والله الشركات هذه لابد معناها لابد او على الدوله ان يعني تتريث وانها تضع لذلك معناها ورقه طريق وانها تدرس الامور بطريقه جديه حتى لا نقع في ما يسمى بيعه الهيكله وقعنا في مشكله و... الكلام في التسعينيات ونقع رهينه الدكتور عبد الملك سراي نعم. لماذا كل هذه الهاله الاعلاميه والسياسيه لماذا كل هذا التطبيل والتزمير من طرف بعض الدوائر التي ترفض مبدا الخوصصه ومشاريع الخوصصه عندنا مؤسسات لا تعيش الا بالبيبرو مؤسسات لا فاشله لا مؤسسات عموميه فاشله غير منتجه مؤسسات عموميه تحولت الى عبء واضح على الدوله الجزائريه ولا تقدم ادنى خدمه للمجتمع وللجزائريين فمن حق الدولة أنها تخلى عنها تجنبا لخسائر مالية فادحة ونحن نعيش أزمة أزمة بترول كما يعرف الجميع هي قضية أولويات في الكلام وفي القرارات نعم وطالما ما ما الوقت لكل اليات الاعلام سواء من طرف الحكومه او من طرف خبراء او من طرف المختصين باش يفهموا الوضعيه الحقيقيه وبالخصوص يعطيوا ما هي الاهداف اللي الحكومه راح لأهداف اهداف تصليح الاقتصاد الوطني مش تحييه بنموذج بنموذج جديد لكل لكل يكونوا يشاركوا فيه باش ما تبقاش بقره الحلوب اللي تغرس كما نقولوا بالدرجه <applause> من جهه نعم. <applause> ولازم يكون مفاهيم على مستوى الجميع هذه الاولى لان فيه نقص فهم على مستوى دليل على ذلك لما السيد الوزير الصديق الكريم اسمه وزير الماليه تكلم تكلم بكلام تاع خبراء ونساب اللي امامه كان ناس ممثلين للشعب او انساب اللي الكاميرات يهزوا واش يقول للشعب والشعب ما يفهمش راه يقول يعني في مش يعني في مستوى واحد لا من مش من مستوى تاع المواطنين باش يفهموه اذا هو كان كلام زين يعني يعني مبني علميا يعني مبني علميا, علمياً مبني مبني مقبول على مستوى الخبراء مقبول انا شخصيا قبلت 90% من اللي قالوا ولكن الكلام اللي يقوله هو سمعته البارح مثلا في الاذاعه باللغه الفرنسيه كم من جزائري يتكلم باللغه الفرنسيه قليل الان كم من جزائري يفهم ما يقول قليل اذا لازم نتكلم باللغه العربيه نبسط الكلام باش اولا نفهم العمال لقضيه الخوف في على مستوى العمال اولا لان الطبقه الشغاله هذه الطبقه الفقيره وبعدين عامه الحاجه الثانيه لازم نفهم نهائيا باللي لازم نرجعوا لل... دائما نقولها لكم حتى انتم ما عندكم نرجعوا للحقائق الاقتصاديه نعم الواقع فلهذا السيد الوزير امامي عنده الحق لازم نرجعوا للواقع الاقتصادي بالمفاهيم الاقتصاديه بالمقاييس الدوليه المفعول بها دكتور السراي المجتمع الجزائري الجزائري اسمح لي الجزائريين <Costa> دل... فهموا العادية الاغلبيه منهم فهموا ان خلاص نهردت الدعوه للمؤسسات لا لا هذا غلط لا لا هذا غلط لا 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 ان الدوله دولة تخلت نهائيا عن القطاع العام وان الخواص لا 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 الخواص سيلتهمون كل شيء في الدوله لا 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 الدوله عندها مهمه باينه هي هي التدعيم للجانب الاجتماعي هذه نعم. ما تخلتش عليه قضيه السكن قضيه سياسه اجتماعيه سياسه الاجتماعية ما, ما فيش ما فيش تاخر ما فيش يعني كل ما هو تعليم كل ما هو يعني الطب كل ما هو السكن الى اخره دول لا تتخلى عليه بينما في اطار توسيع الاقتصاد في اطار التحويلات الاقتصاديه باش حتى احنا كذلك عندنا موعد ما ننساوش كذلك بلي عندنا موعد مع الاتحاد الاوروبي في 2020 2022 لازم نكونوا في المستوى بكل الشركات الوطنيه قطاع خاص ولا قطاع ابيزانيفو أبي ولكن ابيزانيفو حاليا راهي تعبانه للغايه خلاص مازال ما سوى حتى الشركات الوطنيه قطاع الخاص راهي تعبانه اذا لازم ابيزانيفو هذه تقيس كذلك الشركات الوطنيه تاع القطاع العام اذا كان ما فهمناش الرؤيه البعيده اللي لازم الان لازم يكون عندنا رؤيه بعيده مستقبليه يعني مستقبليه نصلح باش امرنا الناس بتف... تخاف بطبيعه الحال والكلام وحتى البعض من من السياسيين اللي يعني راهم في الـ في لوبوزيسيون اقتربوا الفرصه الفرصة وداروا ضجه وغلطوا بالناس كثير خلط يعني التوظيف السياسي التوظيف السياسي في توظيف سياسي للاسف الشديد مش, مش عقلاني يعني لا لا مش عقل عقلاني لا 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 مش عقلاني لا مش مش مبني على حقائق مش مبني على كما قال السيد الوزير على امور اكاديميه واضحه جدا للغايه خلاص لازم نرجعوا انا نقول لكم لازم, لازم نرجعوا للمانجمنت موديل ولكن عندهم, عندهم, عن... عندهم, يعني نوع... عندهم نوع عندهم نوع وهذا الذي ال... ساطرحه إيه. على فلهذا دكتور... فلهذا عندهم لازم... نوع من عندهم نوع من المنطق دكتور سراي يا... يا اخي الكريم. يعني عندما انت قلت قل لي عندما مثلا نراجع ما صار الخوصصه في الجزائر ونطلع عشنا سامحني لان عشنا تجربه الخوصة عشنا تجربه غير 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 ملغية. غير مرضيه عشنا تجربه غير ناجح غير عشنا عشنا اللي عشناه وكانت غياب شفافيه بطبيعه الحال تخوف كل الناس يعني مم. بتخوف من من العام البسيط الى الخبير على مستوى دولي مم. لماذا لان صرات ما صرا وداو الناس اللي كانوا غير معروفين تحت الطاوله داو الناس لي كونطرا في باريس وفي في جهات اخرى كانوا شركات تبعوا والله حد على باله قد تبعوا ولا على بالو كيفاش باعوهم الى اخره رغم ان كان في كانت فيه لجان وطنيه في على مستوى الـ وزاره الـ وزاره الصناعه وكان حتى شرف لنا ان بعض مرة شاركتنا شهرين في بعض اللجنه الوطنيه اللجنة وتكلمنا على خصخصه الشركات كيفيه كيفاش الى اخره كاي تشارج بالخصوص بخصوص قضيه الشفافيه اذا كان الشيء اللي عشناه هو اللي يخوف اكثر هو. يعني حتى اللي حتى اللي المعارضه استعملت كيفية كيفاش عشناها في السابق ودخلتها في نعم. في 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 الكلام اللي بعض الكلام بعض هيام كلام يشعلوا في النار لازم ما يشعلوش على رجع معها. لازم نتكلموا كيف ما هم الامكانيات العلميه الاكاديميه باش نرجعوا مبنيه على الواقع مبنيه على مبني على, مبني على قوه سياسيه باش نرجعوا للواقع الاقتصادي باش نرجعوا للواقع الاقتصادي لان الانتاج حتى الانتاج غالي التبذير 30% لكل على كل جهات الاستهلاك خطا كل هذه فيه فيه امور تصليحات لازم ندخلوا فيها ولكن شرط ان يكونوا تدريجيا المشكل وراه الان المشكل اللي مطروح الان الازمه الماليه جاتنا صدمه واستضفنا بها اذا بعض القرارات كانوا قويه شويه مثلا لما تفوت تفوت من 7 الى 17% في ضربه واحده بطبيعه الحال الناس تخاف من الشوك استا... 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 الشوك ولكن بما ان تكلمنا عليها الامور في السابق لو الدوله في اطار في اطار رؤيه بعيده كانت تطبقها في برنامج خمس سنوات انا قلت لهم خمس سنوات تذكروا حتى عندكم هنا قلت لهم لازم خمس سنوات كل سنه نزيدوا شوي كل سنه نزيدوا شوي المواطن يفهم ويتبع وي... وي... ويستجيب ويحضر نفسه باش ما يجيش للشوك هذاك تاع طيب. في هذاك الشوك تاع السنه تمر من 2015 7% مثلا في تي في ان لبعض الامور 2016 17% شوك تيريبل بينما لو عملناها منذ ممكن 2012 كل سنه نغيروا امور يعني بالتدرج بالتدرج المواطن يفهم كما صرات في الدينار الان كما صار في الدينار دينار في السابق كانت <applause> البنك المركزي متحكمه فيه اداريين يعني كل حال ما وعمره ما كان دينار اقتصادي لكن دينار متحكمه فيه اداريين لكن كل مره تطلق شوي طيب لكن الان الان الصدمه هي يعني مش صدفه، صدمه قويه بزاف وخلات شعلت النار وعطت الفرصه للبعض من الناس يتكلموا توظيف التوظيف توظيف كلام طيب. كلام خطير للغايه، احنا ماذا نريد؟ لازم نريد ان الناس اصحاب العلم والسياسيين يخضعوا لاصحاب اصحاب العلم لان يعني كلنا مواطنين كلنا نحب البلاد لكن عندنا تقنيات حديثه طبقوهم وكذلك شايفين ماذا وقع في كوريا ماذا وقع في جهات اخرى نجحت يعني التحول السلمي التحول السلمي والاكاديمي تدريجيين و... تدريجيا ونتحكم فيه وما نقولوش فلان قال وقال طيب لان, لأن مثلا لان كذلك فيه ضعف في الكلام من طرف الحكومه انا ثاني كذلك المشكل تاع الت... التواصل ما... صح التواصل ما الحكومه انا قلتها ونعاودها ونكررها الحكومه ما تواصلش مليح طيب هو دليل الكلام تاع البارح الكلام تاع البارح الوزير الماليه كان في حقه 190% نعم. في حقه لكن كلامه فرنساوي ما هي القبائليه في الجبل تفهموا اللي عندها مشاكل اللي عندها عندها باللغه باللغه اللي باللغه اللي يفهمها الشعب شكون راح يفهموا؟ شكون راح يفهمه دكتور هادي غالدي باللغه اللي يفهمها الشعب باللغه اللي يفهمها الشعب لازم نرجعوا للحقائق الحقائق الشعب الجزائري يقول ربي يعرف ميمونه وميمونه تعرف ربي وانت كنت وزيرا مده تسع سنوات او عشر سنوات او ما يقارب ذلك واعرف انك الجانب يعني الاكاديمي ولكن انت ايضا مطلع على مسار الخوصصه في الجزائر نعرف ما ماذا وقع من كوارث ومن تجاوزات حتى لا اقول ملفات فضائحيه طالت عمليات وإجراءات خصصت بعض المؤسسات العمومية كانت هناك في الجزائر طبعا بين قوسين في بداية التسعينات إلى غاية في في إطار إعادة الهيكلة والجدولة تم خصصة ما يقارب 12500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ولكن في 12500 12500 متوسطة هذه الدكتور هادي خالدي كانت بعض المؤسسات منتجة كانت بعض المؤسسات يعني مربحة تم حلها بطريقة عشوائية بعض الأطراف كما قال الدكتور سراي لم تعتمد على الشفافية كانت تحت الطاولة تشريف المؤسسات كانت هناك تجاوزات ضخمة مديونية بعض المؤسسات من أجل تخويف الحكومة باش يعني البعض يقول أن هذه الخوصصة لا تخرج عن الإطار السابق نشوف دائما نرجع ونقول بالخوصصة هي نقل الملكية من عام إلى خاص دعني أقول أيضا أن هذا هذا النموذج الخصصة لا هذه أو الخصصة كما يحلو البعض تسميتها هي تجارب عرفتها الدول الرأسمالية قبل ما تعرف الدول الشرقية ولكن مش بالطريقة اللي صنعتها الدكتور هادي خالدي مش بالطريقة لسه. شوف كانت تجربة تاع أوروبا الشرقية وكانت دول أوروبا الوسطى وكل دولة يختلف نموذجها عن نموذج عن الدول الأخرى فبالتالي إذا كان الآن إحنا قمنا بنقل ملكية 12 ألف ولا 10 ألف ولا 5 ألف فهذا معناه أن الدولة الآن بدأت يعني تتنازل على بعض الأنشطة لبعض للخواص حتى لو كانت المؤسسة مربحة شوف. ومنتجة وتوظف آلاف العمال أفضل, خليني. أفضل نموذج نموذج بريطاني هذا نقولها ويقدروا المتفرجين يشوفوا في جوجل ويشوفوا في أي مكان اكبر مؤسسات في بريطانيا هي الطيران والسكك الحديديه والمناجم اللي هي تبع للدوله والدوله كانت تريد خصخصتها لكن بقيت الى هذه الساعه الى اليوم هي تحت هي ملكيه عموميه زد على هذا زد طبعاً. على هذا انه في بريطانيا الخصصه لا يعني انها معناها التخلص من الشركات الضعيفه او الخسرانه وانما يتم تاهيل المؤسسات وتمكينها من تحقيق ارباح ثم يتم التخلص عنها التخلص منها يعني مرافقة, مرافقة ثم بعد ذلك تسلم الى لانه الهدف المؤسسه وش هي في نهايه المطاف المؤسسه هي جزء من النظام القائم هي تعمل على تحقيق خمسة أهداف للنظام القائد دكتور دكتور خلي خلي انكمل. دكتور هادي خالد رجاء إيه؟ رجاء حتى يعني يعني أمور تفويض اسمح لي والله دكتور, دكتور هادي رجاء رجاء في هذه النقطة بدنا لا بدنا نكملك نقطة هل أنت دكتور هادي خاد؟ هل راضي على مصالح اقتصادي مصالح خاصة في تهويل في تهويل انا نقول لك لما يكون حزب اشتراكي الان عقيدته هو يدافع القطاع العام هذا هذه 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 قناعته يعني امر عادي قناعته الان ما تقدرش تروح انت الحزب بدا في, 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 اي دوله في العالم عنده توجه اشتراكي توجه يؤمن بالملكيه الاجتماعيه يؤمن بالعمل الجماعي تقول له دفع لي على الخمسه هذه سي كونتر ناتير. فبالتالي لما نشوف حزب العمال ولا اي حزب عنده بعض اشتراك ويرفع معناها ايديولوجيته يعلن عداؤه للخوصصة انا متفهمه متفهمه وبالعكس لازم نسمع له ونسمع نسمع للمرتكزات تاعو وكذلك الحجج تاعو لكن ايضا بالمقابل في احزاب اللي هي وسطيه واحزاب اللي هي ليبراليه من حقها ايضا باش تقول الدوله وخري شويه وروح يعني نتكلم الان باللغه البسيطه لابد من تحول الدول من من المتدخلة الى دوله ضابطه من اللي طار ريغيلاتور توجيهيه والجزائر الان اسمح لي انت راك نسيت حاجه مهمه جدا يا هل ترى هل سنصلح ما افسده الظهر يعني 15 سنه ولا 20 سنه احنا مشينا للبور الميناء تاع العاصمه وبدينا نمنو باقتصاد الكونتينر اقتصاد الحاويات هل اقتصاد الحاويات كيف يتم التغلب عنه الآن؟ ما هي نوعية الصناعات التي سننشئها في الجزائر؟ أقول بأن هناك مشروع هام تم تقديمه في 2007 في الجلسات الوطنية للصناعة الجزائرية حبينا نعمله هذاك الوقت مع وزير الصناعة ووزير المساهمات والاستشراف قالوا والله الحوص إحنا نجاوب على السؤال إذا كان حبينا نعود نحيو النسيج الصناعي الجزائري ما هي طبيعة الصناعات التي يجب أن ننشئها؟ درنا المجالسات الوطنيه اسمح لي في الجلسات الوطنيه هذه حددنا عشرين نشاط صناعي هل بالامكان الان اقول لما نعطي شركه معينه خارج المحروقات خارج الطاقه خارج الصناطق خارج صناع الغاز ما هي الانشطه الاقتصاديه التي يمكننا ان ننشئها في الجزائر وان نضمن لها النشاه والحمايه حتى تصبح لها قدره تنافسيه للمنتوج الاجنبي نعم. لانه هذا امر خطير نعم. لانه الان ومفصل في الاقتصاد نعم. لانه الان لانه الان المشكل راه المعنى المحافظه على المؤسسات وخلق المؤسسات هو في الواقع له بعد بوش المالي الان ان الهاجس تاعو شنو هو؟ هو البعد الاجتماعي كيفاش نخلق مناصب شغل؟ اثنين واللي هو نعيبه على الحكومه الان ما فيش تنسيق بين ثلاث وزارات مهمه اللي هي وزاره التجاره وزاره الصناعه وزاره الفلاحه لانه الان لو كان في علاقه بين, السيقل. نعم. بين التجاره وبين الصناعه والفلاحه لكن بامكاننا الان أن نستثمر في الصناعات التي بإمكانها تقوم بالتحويلات في الصناعة الغذائية والتحويلات المنجمية وكذلك أن ننشئ صناعة متميزة جهويًا لا أقول دوليًا على الأقل جهويًا دكتور دكتور الهادي خادي وقت الجزء الأول من البرنامج انتهى مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية الجزء الأول من برنامجكم البلاد اليوم نترككم مع هذا الفاصل الإشهاري القصير ثم نواصل السلام عليكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره اخرى الى الجزء الثاني من برنامجكم البلاد اليوم حلقه اليوم نخصصها طبعا لمناقشه مضمون الماده 66 من قانون الماليه لسنه 2016 وما تضمنته من اجراءات جديده تتعلق بخصصه بعض المؤسسات العموميه طبعا لمناقشه هذا الموضوع اتشرف باستضافه الدكتور عبد الملك سراي الخبير الدولي والمستشار السابق برئاسه الجمهوريه اهلا وسهلا بك مرحباً دكتور سراي مرحبا بك مره اخرى كما اتشرف ايضا بحضور الدكتور الهادي خال... خالدي الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق والقيادي ايضا في حزب التحرير الوطني اهلا وسهلا بك مرحبا ومرحبا بك, بك مره اخرى دكتور الهادي خالدي ابدا معك الجزء الثاني ولكن اريد منك تعليقا على هذه المفارقه التي اطلع عليها الجزائريون نهار امس وهم يشاهدون بقناه امريكيه الخبر خبر يقول مجموعه من المستثمرين الجزائريين ذهبوا الى الولايات المتحده الامريكيه واستثمروا ملايير من الدولارات من اجل احياء مدينة ميتة اقتصاديا في امريكا، مؤسساتها مغلقة، شركاتها مفلسة بسبب الازمة العالمية. الجزائريون يتساءلون لماذا يذهب هؤلاء الى الولايات المتحدة الامريكية من اجل الاستثمار هناك؟ ولا يستثمرون في توغرت، لا يستثمرون في ورقلا، لا يستثمرون في بسكرا، لا يستثمرون في تيندو صحراء واسعة كبيرة، لماذا؟ الم يق الم يعد مثلا مسؤولون في الدوله بتحويل الصحراء الجزائريه الى كاليفورنيا. لم اتابع هذا الخبر خبر رسمي مادام جاء على لسانك كريم انا صدفه. ولكن انا قلت واحد المره في قناه تلفزيونيه ناقشنا قضيه استثمار بالخارج يعني تشجيع المستثمرين الجزائريين للاستثمار في الخارج بالخارج. نعم. قلت حينها واحد المثل عندنا في الواد نقولوه يقول لك يقول لك ما, يعني. ما كفاش الواد ورملته ما راح يرفع في كوينين يعني راح يجيب الرمل على بعد 50 كيلومتر ولا 20 كيلومتر يعني الواد فيه رمل بزاف وفي الغرب على يعني تروح تجيب الرمل من جهه إيه اخرى والغرب لا اكثر من ذلك اكثر من ذلك دل... كانوا كمثال كان اوضح من ذلك دل... دل... مفارقه يقول يقولوا خلاته ممدود وراح تعزي في السي محمود سبحان الله يعني ميت عندنا فبالتالي طرحت سؤال حينها في حينها يعني في قلب القنوات قلت والله انا نتساءل مع السلطه النقديه البنك المركزي مع الحكومه ايضا يعطوني فائده واحده يقنعوني بوجود فائده واحده من خروج رؤوس الاموال من الجزائر لانه الان هولندا لما يفتح يديه ويستقبل رجل اعمال جزائري او في ايطاليا يفتح يديه ويستقبل رجل اعمال جزائري هي في الواقع لانه هذا حيخلق له شغل راح يدخل فبني معنا مداخل الخزينه الفرنسيه ولكن ماذا ماذا جنت الجزائر؟ ماذا تجني الجزائر من هذا التحويل؟ واقول لك امر اردوغان لما جان الجزائر هنا اخر زياره له نعم الطائره تاعو ما كانوا فيها وزراء كانوا فيها رجال اعمال ونعطيك معلومه اخطر انه لما كان عنده وجبه عشاء على ما اظن تاخر في الليل وتبين بعدها للساسة وكذلك النواب الذين كانوا ينتظرون أن يعني يتناولون وجبة العشاء بحضور رئيس التركي وإذا به لم يتناول لأنه قال تناوله مع رجال الأعمال الجزائريين لأن العمل الآن السياسي أصبح من يستقطب رجال الأعمال من يتمكن من استقطاب كيف المال كيف تنظر الدكتور هذه الى ان كان إيه هذا الخبر صحيح خبر صحيح يعني إيه هذا خبر صحيح وهذا هم برفقه بين قوسين برفقه وزير الصناعه الجزائري السيد مفارقه وتناقض صريح لانه احنا الان حنا نبحث هذا القطاع الخاص يزيد يستثمرونا هنا يعني الصحراء نتاعنا الصحراء نتاعنا كبيره بزاف يغرسونا يغرسونا السيد الدكتور الهادي يغرسونا غير البطاطا والطوماطيس في الصحراء لا اختلف معك في هذا الراي ولا نقول لك حتى في لو تبحث الان في برامج البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لجبهه جبهه الاتحاد الوطني راح تلقى البعد الاجتماعي موجود ولكن ستجد ايضا ان من بين النقاط التي وردت في البرنامج الاقتصادي تاع الحزب منذ مع المؤتمر الثامن الى الى اليوم انه نركز على كيفيه تجميع تشجيع المبادره الفرديه وتشجيع الاستثمار الخاص من اجل استثمار محليا ولا سيما معناها ترقية وتطوير الجنوب ما تنساش أنه في في العهد السابقة لرئيس الجمهورية أننا قمنا بتحديد أيضا حتى البلديات والدوائر التي تعيش دون الفقر هي 265 بلدية وطلبنا في ذلك الوقت وضع برنامج تنموي لتأهيلها فبالتالي هذا الخبر يعني تحويل رؤوس أموال أو استثمار في دوله مثل الولايات المتحده الامريكيه في اعتقادي يعني هذا امر غير غير طبيعي, غير طبيعي غير منطقي غير منطقي, منطقي غير منطقي, يعني غير منطقي. يعني لانه احنا نحتاج اسمح لي احنا نحتاج الان هنا باش باش نوفر وباش يعني نجند كل الجزائريين سو... ولا سيما راس للوطن. طيب أه دكتور عبد الملك سراي ساطرح لك نفس السؤال ولكن بصيغه اخرى انت <applause> <applause> اولا أنا, <مو تصفيق> انا الولايات المتحده أنا الامريكيه وتعرف تعرف من من هذا الخبر من, من الخبر هذا وديع امس في قناه امريكيه وهناك حتى ان الوزير الوزير الصناعه السيد عبد السلام بوشوارب يعني ادلى انا ادلى ادلى بتصريح لهذه القناه أنا البعض قال ما ما شاء الله المستثمرين الجزائريين أنا أقول أو ماي جاد، they are going to invest in America, in the United States of America. كيفاش؟ ونحن يعني 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 عندنا, عندنا أزمة مالية عندنا. إحنا عندنا أزمة مالية عندنا، ما نظنش ما من... من... أنا هذه ما نظن هذه خطأ يبدو لي خطأ. <applause> خطأ انا حتى الناس ما مصدقوه لا ما صدقوش الخبر يعني. <applause> نفس الشيء. في أزمة مالية. هؤلاء الناس مشاو يفتشوا على علاقات مع شركات الأجنبية أمريكية لكي يستثمرون قناة يستثمرون في الجزائر وليس في امريكا دكتور نعم. اي بي سي الامريكية ايه؟ تقول ويعني بالصور إيه؟ بالصور وبالفيديو وفد رجال الاعمال الجزائريين جاءوا لانقاذ مدينة ديترويت 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 إيه؟ هو انا نعرف هذا النوع من الضغط ولما بعثة اي بعثة كان جزائرية لغيرها لما تكون في امريكا يدوروا بها خبراء واساتذه وجنرالات الجنرال، دي سيناتور يضغطوا عليهم امريكيين يعني امريكيين يضغطوا على اي اي ديليغاسيون وحاولوا قدر الامكان يجلبوهم لهم حتى من ناحيه الاعلام ينضوا عليهم باش يقولوا حوايج اللي يهموا يعني حتى هما كذلك يلعبوا دورها انا لاحظت مثلا ذاك العام في مينيسيباليتي اوف نيويورك كما قلت هكذا قطره احنا كنا في 17 شخص جابوا لنا 60 في البدايه 60 70 وبعدين لما حلوا القاعده في في 600 700 الضغط هذاك بعض الاحيان يخليك انت تلين كلامك او تعطي يعني يديروك في وضعيه ضعيفه وضعيه ضعيفه ياسر بعض الاحيان ما تشعرش لما تكونش عندك شخصيه قويه وعندك وطنيه ما فيها حتى شك ت... في الكلام الكلام تاعك حتى الكلام تستعمل الالفاظ اللي ممكن ترضي الجميع نعم. ممكن إن الجماعه هناك حبوا يرضيوا ب... يعني في, ال... في الوقت هذا المناسب يرضيوا جزء <applause> ولكن انا الشيء اللي يفهمونا راحوا هؤلاء الناس يفتشوا على عقود مع شركات اجنبيه اللي حابين يخدموا مع... مع الجزائر لماذا؟ لان كم شهر تكلمت مع السفيره الامريكيه هنا في الجزائر تلقيت معها في اطار ريسبسيون تاع السعوديين قالت لي احنا نريد نشتغل مع الجزائريين لكن مع شركات القطاع الخاص. وليس من شركات تاع القطاع العام يعني لأن, لأن, لان هذه ظاهره في يعني امريكا يعني يثقون في القطاع الخاص لان هي ظاهره امريكيين برايفت سيكتور مش ما عندهمش اذا كان لقينا اذا كان لقينا دي شركات جزائريه خاصه, خاصة في المستوى تاعنا باش تخدم معنا رانا ماشيين معكم لان احنا نؤمن بالجزائر نحترم الجزائر والجزائر منذ 1997 نحترمها ندعو عندي يعني حتى من ناحيه من السيده بيل كلينتون المحترمه قالت لنا باللي الان فصاعدا من من اكتوبر 97 الجزائر لنا كبلد بريوريتير يعني لازم عنده الأولوية اولويه وحتى يعني نقولها لكم المواطن الكريم لما دخلت مثلا افريكان كوربوريت كانسل لما دخلت لقى صور تاع الجزائر تاع الصحراء الجزائريه تاع الانابيب مهتمين يعني عندهم مهتمين كثير مهتمين بالجزائر اذا اذا مهتمين يجيو ولكن بشروط اخرى يحبوا يكسروا مثلا شروط ما هي الشروط الشروط كسر 49 51 ما يحب يستعرفوش يعني الليبراليه المتوحشه المتوحشه ما يستعرفوش بها, المت... 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 م... م... بها. أ... وجود وجود الدوله في التدخل في الدوله في المشاريع ما يحبوش ما عدا الضمان ما عدا الضمان تاع البنك المركزي الباقي يحبوا مباشره يشتغلوا مع القطاع الخاص بينما باش يقول لي القطاع الخاص الجزائري راح باش يبشي... يستثمر ي... ي... هناك ما نظنش هذا ما نظنش يعني هاي. خبر ايكون لا, خط... لا 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 لا, لا حتى حتى لعينو سي حتى, حتى, حتى الممثل حتى الممثل اللي حداد ممثل تاع السي انا نعرف شخصين هو من العلمه صديق من بكري من قديم مم. يخدم في بنكه من البنوك الامريكيه زوجته يهوديه نعرفه مليح يهوديه امريكيه ما فيش مشكل لكن يعرف البلاد ويمشي له بينما نعرفوا عندنا المعلومات على امريكا نعرفوا نعرفوا مليح الامريكان نعرفوا السيناتور نعرفوا دينيرو نعرفوا دي ميز لان بصح باش تقولي جزائريين يمشيو فيها وحنا رانا في اطراف ازمه حنا راه الدعوه راهي شعله وخايفين الشعب يخرج في في مارس ابريل لان لما اللي فاتورات يجونا في مارس أفريل نعم. ابريل نعم. فاتورات عصر جديدة وخايفين يكون رد فعل هم يروحوا لي ما ظنش صراحه انا شخصيا نكذب هذا يعني استيماني نعم. حتى استيماني حذاري حذاري ما ظنش جزائري لان لان ليش لما تشوف القائمه تاع الناس اللي في اللي راحوا هناك كاين ناس ممتازين للغايه نعم. اول ممتازين من ناحيه الافكار عندهم مستوى عالي متخرجين من من مدارس عليا ما نظنش يطيحوا في الفخ هذه تاع امريكيين تاع الضغط طيب. طيب. يعني هذه برك نشبه يعني نشهد ل... ل... لما نشوف لا كومبوزون نعم. تعالى تاع لي جون دي اف سي او ناس في مستوى عالي وناس نحن تحفظ من الخبر لا. لا لازم تحفظ من الخبر يا طيب. جماعه طيب طيب دكتور الهدي خالدي استمعت الى ما جاء في حديث الدكتور عبد المالك سراي وهو كلام نوعا ما مخيف ومقلق جدا عندما يتكلم عن شراسه الرجال الاعمال الامريكيين يعني أوي عندهم أوي شروط قويه قوي الجزائر هل الجزائر في اطار فتح رؤوس الاموال المؤسسات الامميه قادره قادره في الصمود ضد هذه الفئه من المستثمرين او ممكن يكون حتى يكونوا اوروبيين شوف في ظل المتغيرات الدوليه الحاليه والتنافس ايضا بين الدول العظمى اقول ان هناك مناخ استثماري كان كليما دافيسيسمون في الجزائر هل اسكو في رقم العراقي, لا رغم لا العراقي. لا هل المناخ الاستثماري تاعنا يعني مناخ قادر باش يحفز ويشجع المبادرات الوطنيه احنا عندنا مع عندهم رؤوس اموال وطنيه لو نحيو على هذا بك العراقيل فقط ثانيا ممكن قد نلجا الى الراسمال الاجنبي في الاستثمار المباشر م. على نجيبوا الاستثمار المباشر هو الترانسفير تاع <applause> سير ترانسفير تكنولوجي هو المهم اي اذا كان يجيني هنا باش يخدم لي يعني الاشياء اللي نقدر نصنعها انا كجزائري لا حاجه لا به اما اذا كان باش يجي ونقل لي التكنولوجيا ونديروا قاعده بعدها رابح رابح غانيو غانيو مرحبا اما باش يشوف لي هو ك معناها سوق للاستهلاك يشوفني ك 40 مليون فم باش نستهلك السلعه تاعو هذه راه خطيره يا جماعه فبالتالي دائما دا دا في التبعيه يعني لا جاسي 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 لازم نمشيو في, <applause> في لا, لا, لا باز غانيون غانيون رابح رابح لازم يكون عندنا ان كليما دانفستيسمون فيابل يكون معنا مقبول باش نستقطب رؤوس الاموال الاجنبيه ولازم ايضا هذه الشراكه أن تاع معناها الاحترام القواعد المعمول بها وبالتالي انا مع مع, مع مبدا تحديد مدونه ان نومونكلاتور دانفستيسمون قال انا كجزائري نحتاج استثمار في قطاع السياحه مثلا نحتاج مستثمرين أجل في قطاع السياحه ما نحتاجش في البلاستيك ولا ما نحتاجش ك... يعني نبين الانشطه التي الله. احتاج فيها الى تعاون دولي وابين ايضا القطاعات والانشطه التي اخصصها واكرسها للجزائريين اذا كان عملنا بالمبدا هذا راه مقبول جدا ولهذا اقول انه القاعده اللي يقولها ابن خلدون تجاره السلطان يعني تجاره الدوله مضره بالرعيه مفسده للتجاره يجب ان نطبقها هذه قاعده يعني قاعده راسماليه و... و... هذه نعم قاعده ابن خلدون قالها ليبراليه بين ابن خلدون يقول ان تجاره السلطان يعني الحاكم تجاره الدوله مضره بالتجاره مضره عفوا بالرعيه، مضره معناها بلا بوبيلاسيو. نعم ومفسده للتجاره، اقرا الباب الخامس في المقدمه بنو خلدون، نعم. فبالتالي الدوله الان لابد ان تكتفي فقط بالشؤون حتى الاقتصاد، الدوره الانتاجيه تكون طويله. قال الدوله تتكفل بالمناجم، بالسكك الحديديه، باشياء اللي هي فيها دوره الانتاج طويله وتحتاج الى ضخ رؤوس اموال كبيره، ولا تحتاج لا. دوله، اما القطاعات ما باش تلقى الدوله سيرك في فندق وتهتم بمطبخ ومطعم طيب ولكن في هذه النقطه هناك ايضا بعد اخر دكتور عبد الناصر الراي اريد ان أكمل بس السيد الوزير هو المهم في الجزائر هي عندها 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 مواد اوليه للتغيير نعم يعني عندها رو زاتو كاين زاتو كاين زاتو آه طبيعيه زاتو طبيعيه ممتازين للغايه مم. علينا ان نصلح امرنا نعرف كيفاش نستقبلوا الناس المناخ آه لازم يتغير المناخ لازم يتحسن في هذه النقطه بالذات دكتور عبد الملك سراي هناك بعد اخر في الاقتصاد هو اقتصاد الانسان بناء الانسان نحن نا. نبحث عن ما عندناش مشكل في الاموال ما عندناش مشكل في الجغرافيا ما عادش مشكل في المؤهلات الطبيعيه وال والمناخيه التي تتوفر عليها الجزائر وهذا بفضل الله وحمده ولكن أين هذا الجزائري المؤهل علميا أين هذا الجزائري المؤهل نفسيا وعقليا وأكثر من هذه العوامل المؤهل أخلاقيا أين هذا الجزائري ونحن نتكلم عن اقتصاد بيزنس أين هذا الجزائري الذي يعمل ثمان ساعات في اليوم مفيش، وما يعملش مفيش، مفيش، ساعتين فقط مفيش، مفيش، مفيش. وباقي الساعات يدير لي مو أين هذا الجزائري الذي يعمل وما يديش الرشوة وما يقبلش الرشوة من كلمة الجزائري م. للأسف الرشوة أصبحت ظاهرة تنخر ما يسمى بمنظومة التسيير دكتور من الراي قضية أولا على الأموال نتكلم على الأجانب وما عن على اقتصاد الإنسان أو بناء الإنسان الجزائري هي النقطة الأولى هي النقطة الحساسة هي يعني الم... هي الجانب الجانب البشري هي أول أول حاجة قبيل ذكرت بالمناسبة ذكرت كوريا كوريا كيفاش نجحت ماليزيا كوريا وماليزيا من بعد لكن كوريا كيفاش نجحت كوريا لما خرجوا اليابان قالوا خالية مخلية ما كان والو كما الجزائر خلات مع فرنسا محروقة ولكن مباشرة أعطوا الأهمية 80% كل شيء للتعليم علموا اجيال وكان يتكلم الدكتور على علموا اجيال يعني ل... وهذاك الجيل القوي وخلقوا فيه واحد في في الروح في, في الكوريا على كما قلت هذاك النهار الروح في الكوريا واش هي؟ يتسابقوا العائلات من 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 اولادهم ينجح خير من الاخر ي... 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 تنافس كبير يروح لاحسن مدرسه يدي يدي احسن دبلوم يدي احسن منصب هذه عندهم هذاك التنافس موجود حتى الان هذاك التنافس خلاهم يصبحوا البارح نقرا فيها كوريا فيرست كانتري يعني اول دوله في الكونكشن على مستوى العالم اول دوله في العالم شيء طبيعي احنا عندنا الخير موجود لكن ما علمناش الانسان الانسان أيها الانسان, الإنسان عندنا الشباب لكن تخلينا عليهم يا جماعه حتى تخلينا عليهم لازم نعطيهم من الانف صاعدة. نعطيهم الاولويه في التعليم نعطيهم الاولويه في التعليم, التعليم دوني ميتي ما عندناش ما عندناش الكتريسيا ما عندناش الكتروسيا ما عندناش دكتور الدكتور هذا تحوس على تحوس على على دوز افوكات تلقى 4000 تحوس على ماسون ما تلقاش خلاص كارثه ماسون كارثه في الجزائر كارثه ما يخدموش ما يحبوش دكتور الدكتور هذه خالدي وانت كنت وزير هذا, هذا و... هو هو لازم نرجع لازم نزرعوا 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 روحت روحت الوطنيه محبه للوطن ومحبه للمنصب العمل يفو لا لافالو يفو فالوريزي لو شوف آه. الناس ايه. ما عندهمش ما قيمه لمنصب العمل نهار نبداو نعطيو قيمه لمنصب العمل في ذاك الوقت حنا عندنا ناس يضحكوا علينا يقول لك سيد سراي كيفاش تخدم 14 ساعه في النهار وراك راح علاش تحتاج دراهم ما تحتاج دراهم ولكن يا جماعه انا نبغي نخدم نبغي نخدم غير على البلاد خايف على الشباب خايف على الغد تاع الجزائر مش قضيه تاع باش باش ندي دراهم لا مش هذيا نهار نفهم باللي كل واحد عنده مسؤوليه للمنصب تاع العمل تاعه مسؤوليه لازم يقدر ينتج للوطن لما نعرفه يوم من الايام نهائيا هذا الشباب كم راح نعطي هذا الوطن العزيز اللي اللي ماتوا عليه رجاله ونساء هذاك الوقت ممكن ننجحوا هذا هو المشكلة حتى ورق. الالمان الدكتور مالك حتى الالمان بعد 47 العالميه سبعه, سبعة شكولين يعني شكولين كانوا تحيوها. يخدموا اربع شهار. ساعات اضافيه يعني بشكل مجاني يعني يعني الالمان يعني. الالمان بعد 47 شكون اللي حياه؟ العائلات سيدي سيدي الخلايا الخلايا العائليه الالمانيه هي اللي حيات الاقتصاد لها طبعا ما دعموه الأمريكان لكن في البدايه الخلايا العائليه تاع الالمان هم اللي هم اللي بنوا من جديد لالمانيا في في اليابان مثلا في يديروا ما يوقفوش العمل يزيدوا ساعه من عندهم ما يحبوش يخرجوا من الوحده الصناعيه نتاعهم هذا هو نوع من الجراف تاعهم كي يغضبوا على على المانجمنت تاعهم ما يخرجوش في الوقت لكن يخرجوا على 8 يخرجوا على 9 شوفوا وين وصلوا نعم احنا احنا ما نخدموش <سؤال> من خطوة من الوضع حقا ما نخطبوش ما الدكتور دكتور, دكتور دلوقتي دلوقتي خالدي بالأرقام يعني بالأرقام بالأرقام مش مش بالأرقام مش بالأرقام نرجع الدكتور رجاء هو هو نقدسوا العمل نحن نقدسوا العمل ونعطي نعطي أكثر في قوة العمل دكتور هادي خالدي رجاء غادي نعطيك واحد الأرقام وهذه أرقام رسمية دكتور يعني كان في التعليم يخاف شوية ممكن يكون في التعليم الجزائر الجزائر عنده عنده معلومات دكتور في المناخ في المناخ الجزائر عندها 2 و 32 مليون هكتار مناخ أربعة فصول 32 مليون هكتار مناخ أربعة فصول من مجموع 40 مليون في العالم في الفوسفات الجزائر تملك 2.2 مليار طن من الفوسفات مرتبة جزائية خامسة نعم نعم عالميا للتصدير ومرتبة عاشرة عالميا الذهب الجزائر فيها 173 ألف طن احتياطي تاع ذهب. وزاد اكتشافات جايه مازال في الجزائر عندها 35 مليار طن احتياطي تاع في غار جبيلات. نعم صحيح. الملح احتياط مليار طن من الملح، يعني احتياط مليار طن من الملح من الملح وانتاج ألف طن في السنه. في الطاقه الشمسيه باستطاعة الجزائر توفير 5 مليارات جيجاوات في الساعة سنويا من الطاقة الشمسية. ألمانيا الأولى عالميا في الانتاج تنتج يعني أكثر من ألمانيا. من حيث الطاقة مم. في اليورانيوم 29 ألف طن احتياطي يورانيوم شو الرياح, يمكن الرياح, التا... نعم. الرياح يمكن الرياح حتى شوف الرياح يمكن للجزائر أن تجني ما يقارب 3 مليارات أورو سنويا مم. من طاقة الرياح وربحه مضمون هذا خبراء إلاف مم. الرصاص انتاج 23 الف سياري طن سياري. يعني كاع الخيرات نقول لك نجاوبك على القضيه تاع لك حاجه لك حاجه وأضعك في السكان في السكان نعم عندنا عدد الجزائريين 38 مليون نعم. و700 الف يعيشون في مساحه تقدر بزوج ملايين و341 الف و747 الف المانيا نعم. المانيا مساحتها حوالي 168 الف و357 نعم. نعم. كيلومتر نعم. مربع فيها 80 مليون يا لا معليش شوف اسمع حنا اول شيء دولة, دوله. الا نحية. تعتقد ان مشكله هل... الجزائر هي مشكله الانسان؟. شوف لما تكلمنا الانسان شوف الانسان انا نقول مشكلتنا هي سياستنا فيما يخص ال... وانا تكلمت في اكثر من مره سنفتح ثلاث ملفات عاج الحكومه اذا اردت ان تتخطى قضيه الانسان فلا بد من فتح ملفات ثلاثه عاجلا ام اجلا. اللي هما؟. ملف الاجور وملف القدره الشرائيه وملف الاسعار. تعطيك مثال حتى في جلسة رمضان امس اذا الجمهوريه وزير السكن حينها قال يبرر تاخير الانجاز بنظرة للعمي قلت له لا هذا غير صحيح بي يبرر بي بنظرة كما تحدث السيد سراي الان بنظرة قال اللي... لك ما عندناش قلت له كاين وكنت متوقعا ان الزميل سي... 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 سيبرر الت... التاخر في الانجاز بنقص العامله فقمنا في وزارتك المهنية حينها بإنجاز تحقيق على مستوى الورشات البناء على مستوى الوطن نعم. فوجدنا أن أغلبية اليد العاملة في المجال البناء ترغب أو تفضل العمل في السوق الموازية معناها بدون تصريح نعم. لأنه فرق بين العامل الرسمي وغير الرسمي مصرح والتصريح مصرح به وغير مصرح به أنت كيف شي شركة إكس دون ذلك الاسم كوسيدا راي. ولا أي شركة بناء وطنية يجيها مصا تعطي له 24 دينار 24 الف ولا 30000 دينار في الشهر بينما 24000 الف هذاك المصا يخدمها بالمتر بالمتر الخطي المتر اللي ديال في النهار راه يعمل 3000 دينار 4000 دينار في اليوم 10 ملايين معناها 10 ملايين لو كارلور اللي يخدم الكارلاج يخدم لك المتر ايضا ب 50 و 60 الف المتر ويقدر ينجز في اليوم هذا كلام وزير الدكتور صراي نعم <applause> لا. وموضوعي. لا فهمني يخدم اي شيء متر نعم. اسمح لي نعم. نعم. من جهه انا نشوف بلي <applause> سوق السكن راه اسعار تتزايد السكن في الجزائر راهي اسعارها من بورصه السكن من اللي كانت السكنه ونفس الامر بالنسبه للطلاقين ونفس من اللي قيمه كانت قيمه تاع السكن ثمن السكن وايجار السكن يكلف الدوله مثلا مليون دينار اليوم راه يكلفها 3 مليون دينار معناها في الاسعار في تزايد اسعار السكن نعم. ولكن الحديد زاد السيمان زاد وليد العامله في الاسعار في سلم الاجور الرسميه أقل. الشركات أقل. واضعف اضعف نعم. فبالتالي اذا كان حبيت انت اليوم يخرج من مصر يحب التصريح يعني يذهب الى التصريح في الضمان الاجتماعي او اردت ان المصوت كاين من يبني الجزائر الشركات بالمناسبه ويجي الصيني بالمناسبه الص... بين قوسين الصيني تعرف شحال كاين الصيني الصيني شحال يقام الجزائر الصيني الصيني لو كان تروح وزاره العمل الان الصينيون لا يتجاوز عددهم 30 40 الف 30 الان 30 ألف, ألف, الف فقط فمن يبني اذا الف... هذه الملايين والالاف من السك... انهم الجزائريون وزير الداخليه سي يزيد كان في البديه ذات مره يزيد زرهوني نعم وسال احد مع المقاولين شافوا تفاجا انه اتم او اكمل الانجاز المشروع تاعو في... قبل الوقت في الوقت قالوا صارحني كم عامل عندك خاف والله قالوا والله حلف له قال له فقط باش ناخذ فكره طفش شو يقول له؟ قال له عندي 20 مصرح بهم لكن 150 غير مصرح بهم نخدم بهم نخدم بالله يعني بارك الله مم. فيك فبالتالي ال يسموها بلاطاش يعني بلاطاش يعني فبالتالي مم. الان لان القدره الشرائيه باش يفهمني المواطن ما هيش الاجور ارفع الاجر كما حبيت لكن اذا كان الاجر ان يدخل في لا فورماسيون دو بري لان الاجر انا لومبلويور وتقول لي طلع الاجر تاع العامل نطلعه ولكن الاجر واش نديرو راح ندخلوا في تكوين السعر تاعي. نعم. واحيانا تشوف انت غير. حتى في قيمه الدين اربعه بعض وفي قيمه الدين اربعه. الحلقه المفرغه هذه شنو نغلقها؟ لابد من فتح ملف الاجور ونشوف هل الاجر اللي نعطيه معناها يغطي ومعناها ويعكس القدره الشرائيه تاع المواطن الجزائري ام لا؟ ونشوف ايضا سياسه الاسعار لانه ما الحديث عن تحرير الاسعار، الاسعار لا ما تحررتش العام هذا في 2016 من يظن ان وزير مالية قرر رفع الاسعار في 2016 لا, لا. لا. الاسعار بدات تحيرها في يعني. التسعينات الدكتور سينات. الهادي خالدي شكرا جزيلا العفو دا لك الاسعار أه. منذ توصيات لاف اف ولا بنك شكرا جزيلا ايضا جدا دكتور عبد الملك سراي لكن نريد نؤكد نحن لسنا في ازمه اقتصاديه، نحن في بدايه ازمه ماليه، علينا نعم. نشتغل وعلينا نكون هاديين وعلينا نردوا بالنا ما نفزدوش لا للتهويل احنا ضد التهويل لازم التهويل. نعم. لازم يكون كلام نظيف، عاقل، وطني، آه. محب للوطن وبناء 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 مش وبن... هذا وبن... الوقت وبن... باش وبن... نكثروا الحس شارش نطاق المعقول شكرا جزيلا للدكتور عبد الملك سراي مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذا العدد من برنامجكم البلاد اليوم لم يبقى لي في النهايه الا ان اشكر الضيفين الكريمين الدكتور عبد الملك سراي الخبير الدولي والمستشار السابق برئاسه الجمهوريه شكرا, شكرا جزيلا دكتور الشكر موصول ايضا الى الدكتور الهادي خالدي الوزير الاسبق والخبير الاقتصادي وايضا القيادي في حزب التحرير الوطني شكرا م. جزيلا م. الدكتور الهادي خالدي احنا مناضلين مع بعض في جبهه التحرير في وقت الخوف في وقت الخوف كنا نمشيو للجامعات نديروا محاضرات ####والناس يخوفونا نحن مش محاضرات رغم كل شيء... شكرا جزيلا كما بلد. نشكر كما نشكر أيضا المشاهدين الكرام على حسن المتابعة وحسن الإصغاء نلتقي بكم في أعداد قادمة تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...